لفتت الخيل البحرينية الأنظار في بطولة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة طيب الله ثراه لجمال الخيل العربية الأصيلة الثامنة، والتي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. في إطار حرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على دعم ورعاية بطولة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة طيب الله ثراه لجمال الخيل العربية الأصيلة المفتوحة باعتبارها تخليداً لذكرى سمو الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة الفارس والمحب لرياضة الخيل، بالإضافة إلى أنها تعتبر من التراث البحريني الأصيل، خاصة في ظل تواجد سلالات متميزة ونادرة من الخيول العربية الأصيلة في مملكة البحرين، والتي تعد موطناً هاماً من مواطن الخيل العربي الأصيل. شهدت بطولة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة طيب الله ثراه لجمال الخيل العربية طوال السنوات الماضية شهدت نجاحات كبيرة بعد المشاركة المتميزة من قبل الملاك البحرينيين الذين حرصوا على المشاركة في البطولة بجيادهم العربية الأصيلة بالإضافة إلى تواجد نخبة من العارضين المتميزين. وتعتبر بطولة جمال الخيل العربية إحدى البطولات المهمة والتي تحظى بشعبية كبيرة لدى محبي رياضات الفروسية والخيل العربية بشكل خاص، حيث أنها تجمع بين الجمال وتناسق جسم الخيل بالإضافة إلى القوة والأصالة، وهذا ما يضيف بعدا جماليا على منافسات البطولة. الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة حقق نجاحاً لافتاً في تنظيم النسخة الأخيرة التي باتت مكاناً مناسباً لإبراز ما تقوم به المملكة من اهتمام متميز بالخيل العربية الأصيلة، ولعل أبرز عوامل نجاح البطولة التحضير المتميز لكافة النواحي بالإضافة إلى إعداد ميدان العرض بصورة متميزة تتناسب مع حجم البطولة وتتوافق مع القوانين المتبعة في مثل هذه البطولات. وسعى الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة من خلال إقامة بطولة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة إلى تعزيز قدرات المالك البحريني والعارض الذي يمتلك المواهب القادرة على الإبداع في مختلف الظروف تمهيداً لمشاركتهم في البطولات والأحداث الرياضية المقبلة في رياضة جمال الخيل العربية.